اهلا بكم، وهذا اللقاء اليومي على شاشة النيل من القاهرة في ختام واحد من الايام الصعبة التي تمر على مصر. ننقل لكم اهم الاحداث التي وقعت على مدار اليوم، واللي كان منها كتير من المشاهد المؤسفة في اول جمعة تمر علينا بعد اصدار قانون تنظيم التظاهر. وقفتنا الحوارية ستكون من خلال وقفتين حواريتين نتناول فيهما المظاهرات التي شهدتها اليوم العديد من محافظات مصر فيما يعرف بجمعة القصاص، وما حدث فيها من أحداث ومن اشتباكات ومن محاولات من قبل الشرطة لفض هذه التظاهرات التي كانت بطبيعة الحال بدون إخطار رسمي لوزارة الداخلية، وبالتالي قوبلت بهذا الشكل وتحولت إلى هذا الشكل الذي رأيناه في عدة نقاط ساخنة في محيط قصر القبة في شارع الهرم. هذه هي وقفتنا الحوارية الأولى اليوم من القاهرة. الوقفة الحوارية الثانية ستكون التركيز فيها حول المسار السياسي، والذي بالطبع يتبلور حول عمل لجنة الخمسين التي تم الاتفاق على بدء التصويت فيها غدا على مسودة نهائية للدستور وفقا لتصريح لمحمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم اللجنة. هذا هو ملخص الحوارين الذي نجريهما اليوم من القاهرة. أما فقرتنا الأولى وكالمعتاد نظرة على أحداث اليوم اللي زي ما ذكرنا كان فيها الكثير من المشاهد المؤسفة. النقاط الأكثر سخونة كانت في شارع الهرم مع اشتعال الموقف أثناء محاولات قوات الأمن لفض التظاهرات وفض تجمعات الإخوان المسلمين. ربما الموقف تطور مع خروج أهالي الطالبية الذين كان لهم موقف مغاير مؤيد للقوات المسلحة. كذلك وصل الأمر إلى إحراق نقطة شرطة الطالبية، الأمر الذي تمت السيطرة عليه. هذا فيما يتعلق بالأحداث في منطقة الهرم. نقطة أخرى ساخنة شهدتها اليوم مصر في محيط قصر القبة الرئاسي، كان هناك مسيرة لعناصر الإخوان وتم قطع طريق أمام قصر القبة، وتعاملت قوات الأمن بنفس التعامل المعتاد وفقا لقانون تنظيم التظاهر في حال التعامل مع مظاهرة منظمة بشكل غير رسمي بخراطيم المياه وبإطلاق الغازات المسيلة للدموع. الأمر عاد بعد ذلك مع ساعات الليل إلى طبيعته إلى حد ما. قوات الأمن أعادت فتح شارع السودان بمنطقة المهندسين بعدما تم إغلاقه لفترة. أما المحافظات الأخرى فقد شهدت ربما مشاهد مماثلة. في الإسكندرية كان هناك مظاهرة، واحدة من هذه المظاهرات كانت أمام منزل القاضي الذي أصدر الحكم في قضية فتيات الإسكندرية. هذا الحكم الذي أثار جدلا كبيرا وتم رؤية أنه كان مكحفا بحق الفتيات، وكان التواجد أمام منزل القاضي شكل من أشكال الاحتجاجات. طبعا المشاهد اللي بنشوفها كانت واحدة من المشاهد اللي كانت موجودة النهاردة في منطقة الهرم مع اشتعال الموقف واضطرار قوات الأمن لإطلاق الغازات المسيلة للدموع، الأمر اللي قبل المتظاهرين بالشكل المعتاد اللي مع الأسف أصبحنا نعتاد عليه، وهو بجانب الرشق قوات الأمن بالحجارة اشعال إطارات السيارات في الشارع للتغلب على أطار الغازات المسيلة للدموع. ده غير عمليات الكر والفر في الشوارع الجانبية، والأمر ده كان ملاحظ بشدة في المظاهرة التي تم فضوها في محيط قصر القبة الرئاسية. خلونا نتابع الموقف في الإسكندرية وخصوصا المظاهرة التي تجمعت أمام منزل القاضي الذي نظر وحكم في قضية فتيات الإسكندرية. معي من الإسكندرية مراسل النيل مجدي الرفاعي. مجدي، هذه المظاهرة شكل التجمع فيها وإزاي تم احتوائها؟ التجمعات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين كانت مسيرات انطلقت من أماكن متعددة، توقفت أمام القاضي الذي حكم بأحد عشر سنة على 14 فتاة والباقين في يضعنا في دور الرعاية الاجتماعية. الحقيقة كان
هناك حاله من التنديد بهذا الحكم، ولكن قوات الامن يعني تدخلت للقرار وحاولت احتواء الموقف وتصفيق هذه المسيره، خاصه ان هذه المسيره لم تحصل على تصريح من وزاره الداخليه على مديريه امن الاسكندريه بتنظيم تلك المسيرات. عموما محافظه الاسكندريه اليوم شهدت عدد مسيرات بخلاف هذه المسيره الخاصه بجماعه الاخوان، ثلاثه مسيرات لتنظيم الاخوان المسلمين، معظمهم كان في منطقه جناكليس وايضا منطقه العوايد وعزبه محسن. وحدثت ان تدخلت قوات الامن في منطقه جناكليس على الفور والقت بعض القنابل المسيريه للدموع اثرت عن يعني دي المنطقه اللي بيقطن فيها القاضي؟ لا لا، هي ليست المنطقه التي يقطن بها القاضي، لكن هي مناطق اخرى متعدده في الاسكندريه كانت يروح لجماعه الاخوان المسلمين تنطلق من خلالها في محاوله يعني لرفع قالت ان المحاكمه ليست محاكمه عادله وان لابد من اعاده هذه المحاكمه مره اخرى وان هذه المحاكمات هي محاكمات مسيسه وان الفتيات اخذنا على غرة، يعني من هذا القبيل هذا الامر. لم يتطرق هذه المسيرات اصلا لمساله قانون التظاهر، يخرقنا دائما جماعه الاخوان المسلمين تتعمد ان تخرق يعني القانون. نقدر نقول ان قضيتهم في الاسكندريه بشكل رئيسي كانت قضيه الحكم في فتيات الاسكندريه ب 11 عام. بالفعل هي فعلا كانت المساله اليوم ليست مساله سياسيه في المقام الاول، ولكن هي مساله تتعلق بالحكم الصادر بحق الفتيات التي تم الحكم عليهم 11 سنه. عموما احب ان اؤكد ان يعني هناك بعض المصادر من داخل جماعه الاخوان المسلمين بالاسكندريه اكدت ان غدا في هناك فعاليات داخل جماعه الاسكندريه، لم يفصحوا عن هذه الفعاليات كيف وكيف ستتم او شكل هذه الفعاليات. احب ان اؤكد لك خبر اخر ايضا من الاسكندريه، ان تم القبض حوالي الساعه 4 عصرا على 13 من اعضاء تنظيم الاخوان المسلمين بالاسكندريه، تم تحويلهم من نيابه، كانوا يحملون بعض المنشورات الخاصه بالتحريض على الجيش والشرطه، تم القبض عليهم وتحويلهم الى النيابه، منهم سبعه افراد من اعضاء تنظيم الاخوان او القيادات لتنظيم الاخوان في الاسكندريه. عموما يعني الاسكندريه اليوم كانت شهدت يعني حالات من الكر والفر في مناطق يعني ليست كثيرة، ثلاثة مناطق تقريبا، وتدخلت قوات الأمن على الفور وتم احتواء الأمر. أشكرك مجدي رفاعي من الإسكندرية، وأنتقل إلى السويس اللي كان فيها نفس مشهد المسيرات المعتادة، لكن أضيف عليها ربما مشهد أصبح معتاد ويمثل بتأكيد خطورة عندما تنضم الأهالي إلى قوات الأمن في محاولة لفض التظاهرات. طبعا ده شيء بيؤشر بخطورة الاحتكاك ما بين الطرفين. خلونا نسمع أكتر من إيهاب ويليام مراسلنا في السويس. إيهاب، النهاردة كان يختلف عن الجمعة السابقة، المسيرات معتادة لكنها تظل أول جمعة بعد إصدار قانون تنظيم التظاهر. يعني بالتأكيد هذه الملاحظة ذكية، لأنه اليوم كان تمت حشد كبير من قوات الأمن التابعة لمديرية أمن السويس وعناصر الجيش الثالث الميداني المنوط بها تنفيذ القوانين وتطبيق بنود قانون حظر التظاهر إلا بشروط معينة. يمكن اليوم بدأت المسيرات كالمعتاد من مسجد حمزة بن عبد المطلب في نطاق حي فيصل. هذه المسيرات حاولت أن تتجنب قدر الإمكان المرور في الشوارع الرئيسة وفي الميادين المكتظة بقوات الأمن وأيضا بالأهالي من أبناء السويس اللي بيسوقهم للغاية ترديد الشعارات المسيئة للقوات المسلحة والمسيئة للشرطة وغيرها. لكن يمكن المشهد اللي كان معتاد أيضا هو حدوث اشتباكات كما ذكرتي أنت بين بعض هذه المسيرات التي لم تكن بالزخم المعتاد، لكنها في الوقت نفسه ونظرا لمقتل احد الاطفال الاسبوع الماضي في اشتباكات مماثله واسرته كانت اتهمت الحقيقه انصار الرئيس المعزول واعضاء تنظيم الاخوان بقتله نتيجه التسليح الذي كان لدى بعض من المشاركين في مثل هذه التظاهرات. اليوم حدثت ايضا اشتباكات ما بين الاهالي وبين هذه التظاهرات، قوات الامن استطاعت ان تسيطر عليها مباشره سواء بالغازات المسيله للدموع او بالقوات المكثفه اللي فرضت بعض المشاركين في هذه المسيرات، مما ادى الى حدوث ما يشبه الكر والفر. اصيب احد الموجودين في مثل هذه التظاهرات باصابه لكنها كانت خفيفه، حيث تم اجراء الاسعافات الاوليه له في المستشفى العام وغادرها على الفور. من جهه ثانيه كان مساء اليوم تمت تظاهره محدوده لاعضاء جبهه ثوار السويس اللي كانوا بينقوا عن نفسهم طول النهار في المشاركه في مثل هذه الفعاليات حتى لا يحسبوا على تيار الاخوان، لكن جبهه ثوار السويس اليوم وان كانت
تقف منددة بقانون تنظيم حق التظاهر، إلا أنها بتؤكد أن ذلك ليس دعوة للعنف ولا للإرهاب ولا لغيرها. وبالتأكيد يعني هم يريدون تعبير أنهم ليسوا مؤيدين للإخوان رغم موقفهم من قانون التظاهر. شكرا لك إيهاب ويليام من السويس. أنتقل إلى الفيوم اللي حدثت فيها بالفعل مسيرات واشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول، لكن رغم أنه تم الإعلان أنه تم القبض على 183 شخص من مثيري الشغب في الأحداث النهاردة، إلا أنه في مصدر أمني قال أن أعمال الفض في الفيوم لم تسفر عن ضبط اي من المشاركين. معي مراسل النيل في الفيوم منتصر نظر. منتصر، صحة هذه الاخبار؟ اليوم في محافظة الفيوم اختلف المشهد عن الايام السابقة، فلم تشهد الفيوم القبض على احد المسيرات، وهذا وفقا ما اكده لنا مدير امن الفيوم. وكانت قد خرجت عقد صلاة الجمعة مسيرة من محيط مسجد الشبان المسلمين لجماعة الإخوان المحظورة، وقامت قوات الأمن بالتدخل وفقا لقانون التظاهرات، حيث وجهت لهم التحذيرات على الفور تفرقت هذه المسيرة إلى الشوارع الجانبية. ثم حاولوا بعد ساعة تقريبا التجمع مرة أخرى في منطقة اسمها برماد بمدينة الفيوم، وتوجهت على الفور إليهم مرة أخرى قوات الأمن، وفور سماع أعضاء المسيرة المشاركين في هذه المسيرة فور سماعهم من قبل قوات الأمن تفرقوا على الفور في الشوارع الجانبية، وقامت قوات الأمن بالتردد وقامت تنشيط المنطقة وطول شارع برماد. وفد دخيل من أهالي المنطقة ولم يتم القبض على أحد من المشاركين في هذه المسيرة. على جانب آخر تسبب الأهالي حي المطيبة والشيخ سالم بمدينة الفيوم لمسيرة أخرى كانت محدودة، خرجت أيضا عقد صلاة الجمعة من مسجد أبو جراد، وانطلقت عقد صلاة الجمعة من مسجد أبو جراد بشارع الجمهورية. وخلال مرور المسيرة بقدر الشيخ سالم تجمع الأهالي بهذه المنطقة بعرض الشارع لمنع المسيرة، خاصة لما كانت هناك مسيرة مشابهة خلال الأسابيع الماضية فتسببت في وفاة أحد القاتلين في هذه المنطقة. كذلك خرج بقرية تطون بمركز إدسا مسيرة تضم المئات من أهالي القرية لتأييد الجيش والشرطة، وكان قد حصل على تصريح بهذه المسيرة. يعني تم الالتزام بضوابط قانون التظاهر من قبل المؤيدين للقوات المسلحة. أشكرك على نقل هذه الصورة منتصر نظر من الفيوم. وحصيلة اليوم طبعا من المهم الحديث عنها، يعني الحمد لله لم تكن هناك وفيات، كان في 9 إصابات بالإضافة إلى الذين تم القبض عليهم النهاردة من مثيري الشغب، عددهم بلغ 183 شخص. التواجد الأمني كان من خلال انتشار الآليات ومدرعات الشرطة تحديدا في ميدان مصطفى محمود. تم إغلاق ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة، وده إجراء معتاد في كل يوم جمعة، لكن تم فتحه منذ قليل. يعني عادت السيولة المرورية إلى طبيعتها في ميدان التحرير وفي محيطه. الإصابات هي 5 حالات في حلوان، 3 في المهندسين، وإصابة واحدة في السويس. خلونا نتعرف أكتر على هذه الإصابات إزاي حصلت، ونتأكد من الأرقام النهائية مع دكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أهلا بك. 9 إصابات، دي حصيلة نهائية النهاردة؟ يعني جينا واحد بس، 10 إصابات. 6 في القاهرة في الاشتباكات اللي كانت في محيط حلوان. نعم. والثلاثة في الاشتباكات اللي كانت في يعني تبع السودان في المهندسين او في يعني في محافظة الجيزة، وإصابة واحدة في السويس. هم دول خفيفة في اليوم النهارده. الإصابات كان سببها ايه؟ كدمات وسحاجات، وبعض الحاجات فيها جروح قطعية نتيجة تلاشي جو الحجارة. وكان في حالة طاقة خرطوش، دي الحالة اللي في السويس. معظم الحالات خرجت من المستشفى.